رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة رئيس الوزراء الكويتي السابق. وزير الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة. ومحافظ حضرموت يبحث آليات تنفيذ برنامج الحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية. أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية الرئيسة، نقدمها لكم من استوديوهاتنا بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. والبداية مع خبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي بعث برقية عزاء ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه ورفعة وطنه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي واصدق المواساة لأخي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولعائلة الفقيد وللشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الأليم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني اليوم سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبده شريف. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث مجالات الدعم المختلفة التي تقدمها المملكة المتحدة لبلادنا خصوصا في المجال الإنساني والإغاثي. كما بحث اللقاء تطورات في بلادنا والمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام. شاركت بلادنا اليوم في أعمال المنتدى العربي السادس للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بوفد رأسه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي. الوزير الشرجبي استعرض التحديات المائية في بلادنا والجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوصول المستدام للمياه. وأكد وزير المياه أن التحديات المتعلقة بالمياه خلال السنوات المقبلة ستصبح أكثر إلحاحا في ظل الطلب المتنامي على المياه وندرة الموارد في المنطقة، مشيرا إلى أن المتغيرات المناخية وزيادة الطلب المستقبلي على المياه فرضت الحاجة إلى مزيد من التباحث وتبادل الأفكار والعمل المشترك لبناء قدرات مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها. وضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزاوري حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في عدن الذي تنفذه مؤسسة علي أبو بكر السليماني لحفر الأبار الارتوازية بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية. ويتضمن المشروع حفر وتأهيل 10 آبار في حقل بئر أحمد باستخدام الطاقة المتجددة وتوريد وتركيب 10 مضخات، إضافة إلى تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 600 كيلو وات وبناء غرف التحكم ومبنى لإدارة الآبار وإقامة أنشطة لبناء قدرات العاملين في الآبار المستهدفة. وقعت وزارة الصناعة والتجارة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم مع مؤسسة حاضنة بناء لريادة الأعمال، ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول. وتستهدف مذكرة التعاون والعمل على تحسين بيئة ريادة الأعمال في بلادنا وتعزيز وتشجيع دور رواد الأعمال والشباب من خلال مساعدتهم وتدريبهم واحتضانهم وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ريادية ذات قيمة ونماذج يحتذى بها للإسهام الفاعل في تنمية وتطوير الاقتصاد اليمني. هذا وأكد الوزير الأشول دعم الوزارة للتوجهات الساعية إلى تهيئة بيئة ريادة الأعمال، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم جميع أوجه الدعم لمؤسسة حاضنة بناء لريادة الأعمال باعتبارها مبادرة شجاعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
بحث محافظ حضرموت الأستاذ مفخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا مع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني والمدير العام لهيئة حماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان. بحث آليات تنفيذ البرنامج الخاص بالحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية وحمايتها وتنمية مصادر تنوعها الحيوي. وثمن اللقاء موافقة مجلس الوزراء على قرار إنشاء وإدارة الأرض الرطبة خور أمبيخة بمدينة المكلا كمحمية طبيعية. كما بحثت خلال اللقاء سبل حماية التنوع الحيوي في منطقة خور أمبيخة وتوفير إدارة سليمة للموارد الطبيعية وحماية الأحياء النادرة والمهددة بالانقراض، إضافة إلى تحقيق الالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة. حيث تطرق اللقاء إلى جوانب حماية النباتات والطيور بخور أمبيخة كونه يعد متحفا حيا للأنظمة البيئية للأراضي الرطبة، إضافة إلى بحث آليات تقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية الجارية في مديرية المحافظة. أكد محافظ حضرموت الأستاذ مفخوت مبارك بن ماضي أهمية دعم الشباب لمساعدتهم في بناء مستقبلهم وإنشاء مشاريع تخدم المجتمع. واستمع المحافظ اليوم بالمكلا من المديرة التنفيذية لصندوق دعم الشباب رشا بن هامل إلى تقرير عام عن نشاط الصندوق وجهود تنظيم جوانب الدعم للشباب، مؤكدا على أهمية فتح مجالات شراكة وتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة. بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالمشاركة المجتمعية واستراتيجية تطوير القطاع الصحي التي تنظمها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية عبر المركز الوطني للتأهيل والتدريب بوزارة الصحة بدعم من اليونسيف. وتستهدف الدورة إكساب 23 مشاركا من المديرين العامين بالإدارة العامة بالوزارة ومديري مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة عددا من الموضوعات المتصلة بالمشاركة المجتمعية وتطوير وإصلاح القطاع الصحي والرعاية الصحية الأولوية اللامركزية. وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أهمية الاعتماد على الذات للعمل على تطوير وبناء القطاع الصحي وتكوين نظام صحي فاعل يعتمد على موارد مالية ذاتية، داعيا المجتمع إلى تجسيد مبدأ الشراكة مع القطاع الصحي والتشارك في الإدارة واتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة والإشراف على عمل القطاع الصحي. إلى حالة الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع أمطار خفيفة على بعض المناطق ورياحا معتدلة سرعة ودرجات الحرارة دافئة رطبة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا. فيما تشهد أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع تشكل للضباب خلال ساعات الصباح وسحب رعدية خلال فترات من الظهيرة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع رياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة جافة ليلا. الآن مشاهدينا إلى حالة الطقس نتابع. Thank you.
ختام النشرة مشاهدينا، إليكم تذكير بما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة رئيس الوزراء الكويتي السابق. وزير الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة. محافظ حضرموت يبحث آليات تنفيذ برنامج الحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله. في أمان الله.